بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام، بيسعدني ويشرفني دايما متابعتكم ليا على القناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. الحقيقه الموديل ده اشتغلنا منه شنطتين قبل كده على القناه، والحقيقه جات لي تعليقات كتير من حضراتكم ان انتوا عايزين تنفذوا نفس الشنطه ولكن بحجم اكبر، وده اللي احنا هننفذه ان شاء الله في الفيديو النهارده. نفس طريقه الشرح ونفس طريقه الشغل، ولكن الاعداد طبعا مختلفه. انا جربت لغايه ما وصلت الاعداد مختلفه تديني الحجم دوت، وفي نفس الوقت الدوران ده يكون منتظم بالشكل ده. هنا لو نشوف حجم الشنطه ديت هنلاقيها هنا العرض هنا حوالي 39 سنتي، والطول طول الشنطه هنا هنلاقيه حوالي 31 سنتي، فهي تعتبر كبيرة يعني مناسبة جدا. الاختلاف بقى اللي انا عملته في الشنطة دي ايه؟ اول اختلاف الاعداد، ودي هكتبها لك بالتفصيل، وطريقة الشغل هتبقى نفس طريقة الشنط اللي احنا اشتغلناها قبل كده، هنزل لك ان شاء الله الروابط بتاعتها في الديسكريبشن بوكس، هيبقى نفس طريقة الشغل مع اختلاف الاعداد. الاختلاف التاني هنا، انا في الشنطة دي عملت جوانب عشان تديني اتساع اكتر للشنطه، شايفه ازاي؟ وطبعا الجوانب دي هشرحها لك بالتفصيل، لان برضو العدد هنا مهم جدا عشان تقدري تشبكي كل غرزه بالغرزه المقابله ليها للشنطه. بالنسبه للايد كمان، انا هنا اشتغلتها بطريقه حبل اللاسروماني بالشكل ده، وان شاء الله هنشرحها في فيديو منفصل باذن الله. وطبعا متاح ان انت تركبي ايد جلده، هتبقى برضو شكلها ظريف جدا باذن الله. طبعا انا هنا بالنسبه للشنطه دي ركبت سوسته هنا، وفي بطانة طبعا كده داخلية، شايفة ازاي؟ واي اكسسوار مناسب للشنطة ممكن تستخدميه زي ما تحبي. اتمنى ان شاء الله تكون الشنطة شكلها عجبكم وتنفذوها وتطلع جميلة باذن الله. تعالوا بقى نشوف الجوانب هننفذها ازاي والاعداد اللي هنشتغل بيها الشنطة دي. الخيط اللي انا اشتغلت بالشنطة هو خيط سلسلة نفس السمك دوت، واشتغلت بإبرة رقم 5.5. طبعا تقدري تشتغلي بأي نوعية خيط مناسبة للشنط يعني، ولكن بالسمك دوت عشان يديكي حجم الشنطة اللي احنا شفناها في الأول. طيب لو طبعا سميك عن كده الشنطة هتبقى أكبر، ولو رفيع الشنطة هتبقى أصغر من الحجم اللي احنا شفناه. في الأول كده عشان بقى أعمل الجوانب هبتدي أعمل عقدة بداية كده، وطبعا الجوانب بالأعداد اللي أنا هعملها لك ديت اللي احنا هنشتغلها مع بعض دلوقتي هي اللي هتبقى متناسبة مع الأعداد اللي أنا كتبتها لك للشنطة. هنرتفع 17 سلسلة، 1 2 3 4 5. هبتدي اشتغل غرز حشو، انا عندي السلاسل اهي، هلفها كده واشتغل في اللفة الثالثة اللي في الخلف ديت. فهبدأ من السلسلة رقم 2، السلسلة الاولى دي هعتبرها ارتفاع، هبدأ من السلسلة رقم 2 اللي هي رقم 16، بلف السلاسل كده واشتغل هنا كده غرز حشو، شايفة ازاي؟ اهو هشتغل لغاية ما اوصل لعقدة البداية هنا كده، عندي 16 غرزة حشو. عقدة البداية هبتدي افكها بس كده بسيط واشتغل، هعتبرها سلسلة وهشتغل هشتغل جواها 3 غرز حشو. هنا هعمل 3 غرز حشو، 1 2 3. بعدين هلف الشغل بتاعي كده وابتدي اشتغل قدام كل غرزة حشو غرزة حشو. هبدأ من الغرزة الأولى اهيت، أعمل غرزة حشو، 1 2 3. قبل ما أكمل بس هشد الطرف ده كده عشان أقفل على ال3 غرز حشو اللي عملناهم هنا داخل عقدة البداية بالشكل ده كده، تمام؟ طيب وهكمل 16 غرزة حشو كده. خلص معايا السطر الأول. السطر التاني هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي، هشتغل 5 غرز منزلقة، 5 غرز منزلقة في اللفة ايه الخلفية. باجي هنا كده اسحب الخيط من هنا وكمان من اللفة على الإبرة، 1 2 3 4 5.
خمس غرز منزلق، وبعدين 11 غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10، 11. وصلت هنا للثلاث غرز اللي بعمل فيهم التزايد. في أول غرزة هعمل 2 حشو، في أول واحدة من الثلاثة بعمل 2 حشو، واحد، اتنين. تاني غرزة هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. تالت غرزة هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. يبقى الثلاث غرز هنا بقوم 6، الثلاث غرز هنا بقوم 6. وبعدين هشتغل 11 غرزة حشو، انا عندي هنا 16، هشتغل 11 غرزة حشو، واجي عند اخر 5، 1 2 3 4 5، هشتغل غرز منزلقة. تمام بالشكل ده كده. السطر رقم 3 هرتفع السلسلة، هلف الشغل بتاعي، هبتدي اشتغل 5 غرز منزلقة في اللفة الخلفية. هنا كده 1، 2، 3، 4، 5، وبعدين هشتغل 11 غرزة حشو لغاية ما اوصل للست غرز اللي احنا بنعمل فيهم التزايد. هنا هشتغل 11 غرزة حشو. هنا فوق الست غرز اللي بعمل فيهم التزايد، هنا خلي بالك معايا التزايد بقى في السطر التالت هيبقى ازاي. في اول غرزة من الستة هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. فوق الغرزة رقم 2 هعمل غرزة حشو واحدة. فوق الغرزة رقم 3 هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. فوق الغرزة رقم 4 هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. فوق الغرزة رقم 5 هعمل غرزة حشو واحدة. فوق الغرزة رقم 6 هعمل 2 حشو، واحد، اتنين. بالشكل ده كده. يبقى انا عدد الغرز اللي هعمل فيهم تزايد والسطر الجاي بقوم كام؟ هنا هيبقوا 10 غرز، كانوا 3 بقوم 6، وهنا بقوم 10 غرز حشو. وبعدين هبتدي اشتغل في الجنب ده 11 غرزة حشو وخمس غرز منزلقة. السطر رقم 4 هرتفع السلسلة واشتغل 5 غرز منزلقة وبعدين 11 غرزة حشو لغاية ما اوصل هنا لل10 غرز دي. دول نرجع مع بعض نشوف التزايد اللي هنعمله في السطر رقم 4. خلي بالك معايا بقى التزايد هنا هعمله ازاي. انا عندي هنا 10 غرز، فوق الغرزة الاولى هعمل غرزة حشو واحدة، فوق الغرزة التانية هعمل 2 حشو، فوق الغرزة رقم 3 هعمل غرزة حشو واحدة، فوق الغرزة رقم 4 هعمل 2 حشو، فوق الغرزة رقم 5 غرزة حشو واحدة، فوق الغرزة رقم 6 غرزة حشو واحدة، فوق الغرزة رقم 7 هعمل 2 حشو، فوق الغرزة رقم 8 هعمل غرزة حشو واحدة، فوق الغرزة رقم 9 هعمل 2 حشو، وفوق الغرزة رقم 10 هعمل غرزة حشو واحدة. بالشكل ده هيبقى عندي هنا 16 غرزة، هشتغل 11 غرزة حشو وخمس غرز منزلقة. بالشكل ده كده. وده كده شكل الجوانب بتاعة الشنطة. هتعملي جانب تاني بنفس العدد دوت. لما هتعدي عدد الغرز في نهاية السطر رقم 4 هتلاقيهم 46 غرزة. هما 46 دول نفس عدد الغرز اللي احنا بدأنا بيها الشنطة من هنا. فبالتالي هتشبكي كل غرزة قدامها غرزة بالظبط بغرز منزلقة بالشكل ده كده بكل سهولة. يعني هتحطي كده الجانب ده كده، شايفة ازاي اهو، وبنفس الخيط دوت ما تقطعيهوش. تبتدي تشبكي كل غرزة بالغرزة المقابلة ليها بغرزة منزلقة. واحنا شبكنا قبل كده او اشتغلنا شنط كتير والموضوع ان شاء الله سهل جدا. كل غرزة هتلاقيها مقابلة للغرزة اللي قدامها بالظبط كده في اللفة الخلفية. هنا اللفة دي واللفة دي، يعني دايما بيبقى في لفة من الناحية دي ومن الناحية دي ظاهرة للشنطة،
غاز منزلقة، شايفة ازاي؟ اهي هتلاقيها قدها بالظبط بالشكل ده. يبقى دي كده الجوانب بتاعة الشنطة، وزي ما قلت لك انا حبيت اعمل لها جوانب عشان بس تديها اتساع اكتر من الداخل بالشكل ده. وبعد ما هنشبك الجوانب هنبتدي نشبك الخيط هنا من فوق هنا، واشتغل عدد من سطور غاز المنزلقة بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الشنطتين اللي قبل كده. هتشتغلي، انا هنا اشتغلت حوالي 11 سطر من الغاز المنزلقة. هتشتغلي ازاي بقى؟ احنا عندنا هنا غاز سطور من غاز الحشو، فوق كل سطر بعمل غوزة منزلقة. بس بعمل ايه؟ بعمل سطر غوزة منزلقة، سطر فوقيه غوزة منزلقة، والتالت بفوته مش بشتغل فوقيه. يبقى بعمل اتنين منزلقة وافوت سطر مش بشتغل فوقيه عشان يديكي الاتساع ده للشنطة بالشكل ده من فوق. شايفة ازاي؟ لو عاوزاها اوسع من كده خلاص اشتغلي فوق كل سطر غرزة منزلقة. اما بالنسبة للايد انا هنا اشتغلتها زي ما قلتلك بطريقة حبل اللاسيه روماني. ان شاء الله هخصص لك فيديو منفصل عشان تبقى الطريقة دايما عندك لو حابة ان انت تشتغلي الايد دي لاي شنطة انت عايزاها. وطبعا ممكن تركبي ايد جلد بتبقى ظريفة جدا برضه. زي ما قلت لك الفيديو النهارده كان فيديو بس تفصيلي للاعداد الخاصه بالشنطه ديت عشان توصلي للحجم دوت بنفس الانحناء دوت بشكل منتظم بالشكل ده. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهارده افادكم وعجبكم، يكون الشرح ليه بسيط باذن الله. شكرا، ونتقابل باذن الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.